متظاهرون يمنعون رئيس البرلمان النمساوي من إحياء ذكرى مذبحة نوفمبر. توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد النمساوي مقارنة بمنطقة اليورو حتى عام 2029. النمسا وإيطاليا تمنعان دخول أكثر من 5000 شخص عبر سلوفينيا. ارتفاع في حالات إفلاس الشركات خلال الربع الثالث من العام. إدارة الهجرة والجنسية بفيينا تعلن عن إصلاحات شاملة. والرئيس النمساوي يغادر المستشفى ويستكمل تعافيه في المنزل. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى التفاصيل، منع متظاهرون يهود في فيينا رئيس البرلمان النمساوي فالتا روزنغرانز المنتمي لحزب الحرية من وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في ساحة اليهود ضمن فعاليات إحياء ذكرى مذبحة نوفمبر. وأقام الطلاب اليهود سلسلة بشرية حول النصب قائلين لروزنغرانز: من يكرم النازيين فإن كلامه لا قيمة له، ما أدى إلى مغادرته غاضبا بعد محاولات فاشلة للوصول إلى النصب التذكاري، منتقدا المتظاهرين لتدخلهم. وفي وقت سابق سار مئات الأشخاص وسط فيينا لإحياء الذكرى. وشدد رئيس الجالية اليهودية أوسكار دوتش على أن أحداث عام 1938 كانت بداية للإبادة، محذرا من تزايد معاداة السامية في الوقت الراهن. توقع معهد الدراسات الاقتصادية فيفو أن ينمو الاقتصاد النمساوي بوتيرة أبطأ من منطقة اليورو حتى عام 2029 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 1.3% بين عامي 2025 و2029، ما يقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن المتوسط في دول المنطقة. وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة سيظل أعلى من حد ماستريت البالغ 3% ما لم تتخذ الحكومة تدابير تصحيحية. وفي ضوء التحديات الاقتصادية، أوصى التقرير الحكومة النمساوية الجديدة بوضع أجندة إصلاحية لتعزيز النمو وضبط الميزانية، مؤكدا على أهمية زيادة الصادرات وتخفيض الاستهلاك لدعم الاقتصاد. منذ فرض الرقابة على حدود النمسا في أكتوبر عام 2023 تم القبض على أكثر من 5000 شخص حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني وأعيدوا إلى الحدود مع إيطاليا وسلوفينيا. وأفاد مسؤولون نمساويون وإيطاليون بأن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط 1750 شخصا، تم توقيف 274 منهم، فيما تم القبض على 147 شخص للاشتباه في التهريب. وفي ظل تجديد الرقابة انخفضت أعداد الدخول غير القانوني للنصف، وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قررت تمديد الرقابة على الحدود مع التشيك وسلوفاكيا حتى أبريل 2025 مع توقع تمديدها مع المجر وسلوفينيا في نوفمبر الجاري. أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية زيادة في حالات الإفلاس للشركات بالربع الثالث بنسبة 18.1% مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد إلى 1532 حالة رغم انخفاض طفيف بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الثاني. وفي المقابل تراجع تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 7% حيث بلغت 14250 شركة فقط، وتركزت حالات الإفلاس في قطاع الخدمات بواقع 438 حالة، يليه التجارة ب 244 حالة والبناء ب 227 حالة، فيما سجل قطاع الضيافة 200 حالة إفلاس. وتوقعت جمعيات حماية الدائنين تحقيق رقم قياسي للإفلاس هذا العام، حيث وصلت التزامات الشركات المتعثرة إلى 14.3 مليار يورو بنهاية الربع الثالث. قدم نائب عمدة فيينا ومستشار الاندماج كريستوف فيداكير مع مدير إدارة الهجرة والجنسية
هوفغارد لايتنر تقريرا يوثق الإصلاحات بين عامي 2021 و2024. وركز التقرير على تحسين كفاءة الإدارة وتقصير فترات معالجة الطلبات، حيث أكد فيداكير أن الهدف كان تحويل ماجستيرات 35 إلى هيئة مرنة تقدم خدمات أسرع، مما أدى لتقليص فترات معالجة طلبات الهجرة والجنسية. وشملت الإصلاحات زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين خدمة المكالمات الهاتفية واستحداث مركز استشاري للمهاجرين ولأصحاب العمل. وأشار هوفغارد لايتنر إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن عملية تحسين مستمرة تواكب المستجدات الدولية. أعلنت الرئاسة النمساوية أن الرئيس ألكسندر فاندا بيلن غادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة لعلاج انزلاق غضروفي ويستكمل الآن تعافيه في المنزل. ولم يحدد مكتبه مدة الشفاء، لكن التوقعات تشير إلى أن فترات الغياب لن تتجاوز 20 يوما، وفي حال امتدادها تتولى رئاسة المجلس الوطني مهام الرئاسة مؤقتا بالتوافق. وحاليا يمثل المستشار كارني هاما الرئيس، حيث سيقوم بإعادة تعيين ماركوس فالنر حاكما لفرالبرغ في قصر هوفبورغ. وعبر فاندا بيلن عن امتنانه للجميع على رسائل الشفاء والرعاية التي تلقاها من فريق المستشفى. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.